الاقتصاد هو الداعم الأساسي لعملية التنمية، وبالتالي المؤتمر لما هيطرح التحديات اللي تجابه الاقتصاد فلابد أن أي حد سيتقدم للبرلمان يكون على إدراك ووعي بإيه هي التحديات، سواء التحديات دي اقتصادية أو تحديات تشريعية تؤثر في العملية الاقتصادية. فهنا في شقين: شق التبصير لكل من يجد في نفسه الكفاءة لخوض هذا الخضم للمرحلة البرلمانية القادمة، والشق الآخر برضو شق يعتبر إعداد وتأهيل للعقول، لأن أعتقد أن البرلمان القادم سيكون مغايرا لأي برلمان سابق لإدراك المواطن ووعيه، إدراكه السياسي ووعيه في أنه في اختيار اللي هيمثله. فهنا في شق يقع على المواطن وفي شق يقع على المرشح، والمؤتمر يعتبر تبصير لدولته. شكرا. الفكرة كلها اللي احنا عندنا مواضيع كتير بنحاول نتناولها من الشق الاقتصادي طبعا، زي الموازنة، هيكلة الدعم، الاستثمار، العمالة، وبناخد كمان في النص رأي الأحزاب بذات نفسها، يعني في جلسة عن الأحزاب وإيه رأيها في زيادة الاستثمار والعمالة وإزاي ده يتعمل، الطاقة البديلة، إزاي نقدر نشجع الطاقة البديلة في مصر، وإزاي نقدر نقلل أو نرفع الدعم تدريجيا بحيث يأثر على الموازنة اللي هي أصبحت متكبدة دايما بأعباء بسبب الدعم، من بالذات دعم، بالتحديد دعم الطاقة. الفكرة كلها اللي احنا بنحاول نخليهم يتبنوا هذه الآراء والحلول، وبنعمل جلسة نقاشية واسعة عشان يقدروا في البرلمان القادم يشوفوا ايه الحلول كذا جهة بتطرحها، مش بس المركز بس، في عندنا كذا يعني كذا حد متحدث من كذا جهة بيطرح حلول لكل مشكلة معينة، فيتبنوها ونحاول نحل الموضوع. طبعا موضوع الدعم بصفة عامة موضوع شائك وجدلي، ولأنه بيهم قطاعات واسعة من الشعب، بس تحديدا دعم الوقود هو أكتر المناطق اللي محتاجة إن احنا نركز عليها، لأنه أصبح فيها مشاكل كتير. أول مشكلة هي إنه استهلاكنا من الطاقة أصبح أكبر من إنتاجنا، فده بقى خلانا نضطر إن احنا نقارن السعر المحلي بالسعر العالمي. السعر العالمي زي ما احنا عارفين بيبقى يعني من ضعفين للثلاثة، والفكرة الفجوة كل سنة بتكبر، فجوة الاستهلاك عن الانتاج المحلي بتكبر، ومع ذلك ان كل سنة السعر بيزيد، والفرق في السعرين بتتحمله موازنة الدولة. في مشكلة تانية، وهي طبعا ان احنا يعني تصاعد الاعتماد على الاستيراد ومع الدعم الحكومي بيزود الدين العام، مش بس الدين العام ولكن الدين الأجنبي، المكون الأجنبي للدين العام. طبعا هنا بيعرضنا يعني التعرض العالمي أو الانكشاف المالي العالمي، وده له قيود كتيرة جدا وله مشاكل كتير أكتر بكتير من الاستدانة المحلية. الهدف الرئيسي للمؤتمر هو ان احنا نخلق نبتدي نحرك نحط الموضوعات الاقتصادية على الأجندة للأحزاب السياسية، وعلى انه ايه الخطوات المفروض تتاخد، ايه الخطوات الأولانية المفروض ياخدوها في البرلمان اللي جاي، ايه السياسات المفروض ياخدوها، ايه الحاجات التوعوية او غير السياسات، يعني الامور التوعوية اللي ممكن يتحركوا فيها مع الاعضاء او مع الناس المساندين ليهم. ده على المستوى الاحزاب. على مستوى وفي الإطار ده جمعنا مجموعات مختلفة كتيرة من خبراء اقتصاديين، من منظمات مجتمع مدني، من حكومة، وكان الهدف الأساسي من إن احنا نوجد كل المجموعات دي مع بعض، سواء حكومة أو أحزاب أو منظمات مجتمع مدني أو إعلام أو حتى جزء من رجال الأعمال، علشان نقدر نخلق حالة من التشبيك أو حالة من الحوار المباشر ما بين المجموعات المختلفة، لأن احنا مؤمنين إن الحوار ده
هو الخطوة الأساسية والرئيسية اللي هتؤدي بالضرورة لأنه يبقى فيه نهوض اقتصادي. الخطوة دي أدت بالفعل الطريق ده شوية طويل إن احنا نقدر نخلق ثقة ما بين كل المجموعات دي وبعضها، لكن في النهاردة كان في خطوات ناجحة اوريدي، فانه واحدة من المنظمات اللي بتشتغل على حرية السوق بتدرب الشباب الصغيرة، قدرت تتفق مع الاحزاب ان هم يقدروا يدربوا شباب الاحزاب على ان هم ازاي يقدروا يبتدوا مشروع او يعملوا دراسة جدوى او ازاي يديروا مشروع. غير كده الحكومة ممثلة في وزارة الاستثمار او وزارة البيئة او نائب محافظ القاهرة، دول كمان اتكلموا مع المجموعات المختلفة الموجودة سواء احزاب او نقابات انه ازاي يقدروا يحلوا المشاكل اللي بينهم، وازاي الحكومة تقدر تتعاون مع المجموعات المختلفة في حل المشكلات الاقتصادية الموجودة في مصر. المؤتمر كان في سلسلة من المناقشات العديدة اللي يعني بتتبنى فكرة التنمية الاقتصادية في الفترة المقبلة، وبتتبنى مشروعات عديدة للتنمية الاقتصادية، حلول مقترحة لمشكلة الطاقة في مصر. كان في عديد من المتحدثين اللي شاركوا أسهموا بآرائهم واقتراحاتهم. المؤتمر الهدف بتاعه ان هو يحاول انه يحط للأحزاب السياسية أجندة يقدروا ان هم يشتغلوا عليها لما يوصلوا للبرلمان. بنأمل ان المؤتمر ده في نهايته يقدر ان هو يحدد مثلا أجندة تشريعية للأحزاب السياسية تقدر بناء عليها ان هي لما يحصل انتخابات ولما الأحزاب دي توصل للبرلمان يبقى عندهم أجندة بالتشريعات اللي موجودة القائمة في مصر اللي قد تحتاج إلى تعديل عاجل، قد تحتاج إلى دراسة، أجندة بالتشريعات الجديدة اللي الخبراء اتكلموا فيها النهاردة وممكن تكون مقترحة، والتشريعات اللي ممكن نلغيها خالص أو تحتاج إلى إعادة نظر في جدواها. نأمل إن المؤتمر ده يوصل للأجندة دي ويقدر يوصلها للسادة ممثلين الأحزاب الموجودين، ونأمل إنه مجلس الشعب بعد انتخابه يقدر يتطرق لموضوع التنمية الاقتصادية بشكل سريع ويواجهه بشكل سريع من خلال التشريعات ودوره الرقابي، ويحصل تنمية اقتصادية سريعة لمصر إن شاء الله. البيروقراطية بقى بصفة عامة هي معناها القوانين والقواعد وأسلوب التعامل مع المستثمر وتيسير حاله وتيسير الحصول، تيسير الحصول على تراخيصه وأوراقه اللازمة للعمل فيها. الحقيقة التطبيق المصري لهذا الموضوع معقد جدا، قوانين كتيرة جدا ومتداخلة جدا، ويكثر فيها الفكر اللي بيدي فرصة للموظف انه ممكن ان يتلاعب بالمستثمر او يتلاعب بالمواطن بشكل انه سواء بسوء نية او بحسن نية او بنوع من الايدي المرتعشة اللي مش عايز ياخد ولا ياخد اكشن علشان يساعد هذا الرجل لبدء مشروع صغير. وبالتالي كثيرا رقم يصل إلى 27% من المستثمرين الصغار أو أصحاب المبادرة بيتراجعوا عن مشروعاتهم نتيجة التعقيدات الإدارية اللي ممكن يتعرضوا لها، وكمان الرسوم الباهظة اللي ممكن يدفعوها. النهاردة احنا مشاركين في مؤتمر عن الاتحادات الاقتصادية مركز مصر لدراسة السياسات العامة. بشكل أساسي احنا عندنا رؤية وتصور لفكرة ان من المهم علشان يتخلق بديل سياسي في مساحة المنتصف، وهي الحقيقة احنا شايفينها هي المعضلة الأساسية والمشكلة الأساسية اللي عانتها ثورة 25 يناير من ساعة انطلاقها حتى الآن، مع الموجات المتتالية اللي مرت بها الثورة المصرية صعودا وهبوطا. كانت الأزمة بشكل كبير جدا هو عدم وجود بديل ديمقراطي موجود في مساحة المنتصف. البديل هنا في رأيي بيمثل أمرين حقيقيين علشان يتوجد بديل حقيقي.
أولها إن هو يكون عنده رؤية واضحة لسياسات عام في كيفية إدارة الدولة من ناحية الصحة، التعليم، الاقتصاد. في البداية خليني أقول لك، إحنا كحزب بنرى أن هناك تحديات اقتصادية قوية تقابل البرلمان القادم، بتتقسم لحاجتين. الحاجة الأولى أنه في ميراث من المشاكل أنت بتهرسه وموجود في سنين متراكمة قبل كده، زي ويمكن أهمهما أنت دايما بتكلم عن قضية العجز، بتكلم عن قضية الدعم، وهي في الحقيقة هي مش مشاكل قد ما هي ناتج مشاكل عدت بينا في زمن طويل. فأنت محتاج يبقى عندك رؤية إزاي هتعالج هذا الميراث الثقيل جدا من المشاكل. تاني حاجة أنا بشوف برضو أن هو تحدي المكتسبات. بعد ثورة ودستور جديد أنت عندك مكتسبات عايز تحققها، هتعرف تحققها مكتسبات تنعكس اقتصاديا، زي مثلا زيادة النسب الخاصة الأدنى اللي خاصة بالخدمات الأساسية بدءا من الصحة، التعليم، التعليم العالي، البحث العلمي. أنت حطيت أدنى أنه تقدر يعني قدر أدنى تقدر تحققه من الناتج القومي في الموازنة الجاية والموازنة اللي بعدها. من هنا بنرى أن البداية يجب أن تكون استراتيجية أكتر منها حلول مباشرة. استراتيجية لازم ترجع لورا وتبص تحل المشكلة بشكل واضح وتعرف المشكلة فين. إحنا بنرى المشكلة تبدأ من بداية أنه يبقى الدولة تبقى دولة حقيقية قادرة تقوم بدورها الفعال، ليها رؤية تخطيطية بجانب رؤيتها التنفيذية.